لما نتأمل العناوين، عناوين الأغاني، ثم نتأمل الكلمات، نستلهم من خلال هذا أن الأغنية عبارة على نشرة إخبارية تواجه التعتيم الإعلامي وتواجه كبار الشخصيات المهيمنة على الإعلام العربي. ترى هل سبق لشاعر عربي أن يتحدث عن هذا الموضوع، أو كانت هذه بادرة بدأ بها فؤاد نجم؟ فؤاد نجم كان هو له السبق في هذا الموضوع، وجاء بعده كما ذكرت شعراء فؤاد قعود ونجيب سرور وبعض أيضا شعراء أرضنا المحتلة، الأخ توفيق زياد والسيدة فتوى طوقان وغيرهم من يعني ساروا على هذا النهج. عندما نستمع إلى ألحان الشيخ إمام ونستمع إلى الأغنية السياسية الملتزمة، نلتمس من خلال هذه الألحان أصوات الباعة، ثم التهاليل الدينية، الأغاني الريفية المصرية، ثم نعود إلى الأغنية الأصلية، زكريا أحمد، سيد درويش، الخلعي، القباني. لكن هجمت موجة جديدة مع التعتيم الإعلامي طبعا، فطغت عن الأغنية العربية وأدخلوا فيها بعض الموسيقى الغربية التي لا تتماشى وتتأقلم مع المقامات العربية الأصيلة، ففر بعض الفنانين مثلا من الموال ومن التقاسيم وإلى متاهات الأغنية الغربية بكلمات تافهة. ما رأيكم في هذا؟ أنا وجهة نظري أن الشطط والخروج على تراثنا الشرقي الأصيل إن هو إلا إفلاس وجهل بحقيقة بحرنا الخضم الذي يرجو أن يوجد غواص ماهر يغوص ويستخرج من جوفه اللآلئ واليواقيت التي هي صاحبة كل شيء، ونحن لا شك أننا أصحاب حضارة في كل العلوم، في الموسيقى، في الفلك، في الرياضة، في الهندسة، في الجغرافيا، في الطبيعة، نحن أصحاب حضارة عريقة جدا جدا. الموسيقى الغربية بتتكون من نغمتين اتنين أصلا هما شرقيتين، هما في مصطلحاتهم بيسموهم المنير والمجير. المنير هي نغمة النهاوند في حسابنا الشرقي، المجير هو العجم أو الجهركة في حسابنا الشرقي، فإذا ليسوا هم أصحاب هذا الشيء، وإنما نحن أولا وأخيرا أصحاب هذه الحضارة، وهم يعلمون كذلك سرقوها مننا، وأنا بقولها وأنا مؤمن بما أقول، سرقوا كل علومنا وترجموها إلى لغات متعددة وتدرس في معاهدهم وفي جامعاتهم بلغتهم، ومن داخلهم يعلمون أننا نحن أصحاب هذه الحضارة، ولكن يتكتمون لأننا كنا في عميق سبات، وأن هناك منا من ارتمى في أحضانهم وشرب من مستنقعهم، فلذلك جهل حقيقته ولبس جلدا غير جلده، ولكن هذا لا يمنع أن النور لا يحده ظلام وإن تكاثرت السحب. عندما نستمع إلى كلمة مقام ثم إلى الحساب الشرقي، ترى ما علاقة الحساب، كلمة هذه الكلمة، بالنجوم والكواكب؟ شوف يا أخي العزيز، المعروف أن المقامات الأصلية الشرقية سبعة. نعم. وكل
النجوم، أقصد الكواكب سبعة والأيام سبعة والأراضين سبعة والسماوات سبعة، لكل مقام من هذه المقامات ما يتفق معه من هذه الكواكب. حتى تلاقيك مثلا الجو اللي انت فيه تبص لقوله كله عمال الجو كله بيقوله، ده مثلا ايه؟ بيرمز الى احد المقامات السبعه. تلاقي اللي بيبيع بيقول لك مش عارف ايه، وبتاع الكلاكسي الاتوبيس بيقول ايه، فده بيرمز الى هيمنه هذا المقام على هذا الجو في هذه الفتره، حتى تتغير الساعه التي تليها ويتسلطن مقام اخر غير المقام الذي كان متسلطن. فهذا ترابط وثيق بين حساب علم الفلك وعلم الموسيقى، لأنهما توأمان لا ينفصلان. الآن لما نرى علاقة كبيرة كذلك بين كلام الناس والأمثلة والحكم العربية، لهذا نقول لكل مقام مقال. نعم، نلتمس هذه أيضا من بعض الأغاني. عندما مثلا نستمع إلى هذه الجملة من أغنية، في كل جلسة يلبس قضية، وهنا تسربت الكلمات إلى النقد اللاذع، الكلمة الملتزمة طبعا أمام مواجهة التعليم الإعلامي والكلمات السياسية المبتذلة التي تستعمل من طرف الرؤساء أو رجال الإعلام. أيوة، هنا نرى كيف حاربت هذه الأغنية كل الأوضاع السياسية التي لا تتماشى والمناخ العربي. الأغنية الملتزمة التي التزمت بقضايا الشعب هي والأغنية التخديرية هما واقفتان في حلبة الملاكمة، كل منهما تلاكم الأخرى، وقد يصادف أن تكون للكلمة المسفة والهابطة والنغمة المسفة قد يكون لها في بعض الظروف جولة فتسكت الكلمة الشريفة، ولكن ليس معنى هذا أنها أعطتها الضربة القاضية. والدليل على هذا أن الخير والشر يتطاحنان مع بعضهما البعض بواسطة ليل ونهار، فالليل هو الظلام وهو الباطل، والنهار هو الحق والنور، وأنه لا بد من أن ينتصر النور على الظلام مهما تحالك الظلام وكثر، ولكن هذا يدل على أن لكل بداية نهاية، ولا بد أن العاقبة في الأول والأخير للنور. الآن عودة جديدة إلى النغم، والإنسان لما يتأثر بفنان، هل الشيخ إمام لما يكون في وحدته يدندن بعوده أو يغني لفنان عربي؟ والله أنا أتغنى بتراثنا العربي، إذا يعني في أي أغنية من الأغاني العربية، إما لفلان أو لعلان أو تركان، وتارة برضو يعني أكون انتهازيا وأتغنى ببعض أعمالي. عايز اقول ان احنا رضعنا من حليب صافي لا يمكن ابدا ان نخلطه بشيء غيره. بعد هذا الحوار نلتمس انك انتقلت
في بداية حياتك من الأغنية الشعبية الريفية، النساء اللاتي يتجمعن ثم يغنين أغاني بسيطة وبريئة، ثم بعد ذلك تشبعت من القرآن الكريم ومن الترتيل ثم التهليل ثم حي الحسين والسيدة زينب، ثم بعد من الباعة إلى أن وصلت بعد الموشحات الأندلسية إلى آخره، ثم بعد ذلك وصلت الأغنية السياسية. لكن من خلال الأغنية السياسية جمعت كل هذه الألحان وصدرت منها هذه الأغنية التي خرجت من المعتقل. من خلال هذا، هل ممكن نوجه هذه كنصيحة لشاب مثلا يريد أن يقتحم عالم الموسيقى أو عالم الشعر، أو هل لك إضافة تضيفها إلى إنسان يحب أو يود أن يلتحق ببحور النغم، البحور الموسيقي؟ هو أنا أوجه إليه من منطلق الحب الجارف له بتلك النصائح، ألا وهي أنه يرتبط بالبيئة التي يعيش فيها، التي ولد فيها وتربى عليها وشرب من مائها واشتم رائحتها وخالط أبناءها، من هنا يستطيع أن يعبر أصدق تعبير عن هذا الشيء عن قناعة وإيمان. الشرط الثاني أن يكون عنده دراسة موسيقية وافية حتى يستطيع أن يقنع المستمع بأنه على درجة كبيرة من شرح قضيته بالنغمة. الشرط الثالث إنه هو لا يتعاطى أي نوع من أنواع التدخين، لأن التدخين ضرر بليغ على أوتار الصوت. فإذا توفرت هذه الشروط وكان عنده إيمان قاطع قوي بعدالة قضيته ويكون مستعدا لما يتحمله من إيذاء ومن لا شك أنه يعني أنا أشد على يده وأقول إني يعني سعيد. شيخ إيمان، وددت لو أعرف ما هي أغاني الشيخ إمام التي لا يحب أن يؤديها أمام الجمهور، ما هي أغاني التي تفضل أن تدندنها وحيدا؟ والله يا سيد حماد، أنا لي بعض أغاني عاطفية غزلية، لكنها مع هذا غزل وقور لا إسفاف فيه ولا يعني خروج عن اللياقة، لكن لا أستطيع أن أقولها أمام الناس لأنها أغنية ترددها فتاة، فمن هنا لا أرددها إلا بيني وبين نفسي، لأني يعني عملت فيها عملا مضنيا وهذا هو الذي جعلها في مصف أبنائي اللي أنا عملتهم. هل يمكن أن نعتبر الشيخ إمام شاهد عصره؟ مثلا لو قدر لأحد أو أن يكتب كتاب أو يتوجه بنقد، طبعا النقاد كثيرون وسرعان ما تتفلت الكلمات أو تأتي بعض الهجومات، ماذا يمكن أن نقوله في نقد الأغنية السياسية مثلا؟ والله هل هي ناضجة أم لم تنضج بعد؟ والله إذا كان نقدا بناء من أجل مصلحة القضية
فإني أرحب به وأضعه على رأسي، وإن كان نقدا يعني أي كلام، خير رد عليه هو أن لا أخاطبه وإنما أرد عليه بالإنتاج والعمل، لأن الرد عليه ضياع للوقت، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.